بسم الله. من الحاجات الجديده في ريفت 2017 بوينت 1 ان انا بقى من حقي ان انا اعدل عادي في الالفيشن. يعني لو انا عندي مثلا السقف دوت الروف دوت اقدر اعمله ايديت بروفايل عادي واقدر اعدل فيه بدون اي مشاكل خالص. كان الاول لا لازم يقول لي خش عدل في البلانات.